راجل لا تعبان. مادام مش قد اللعب بتلعب ليه؟ مش قلت الكهرباء قطعت عندك؟ ذنبه ايه السمك؟ لسه الميه باقيه. يا اهلا اهلا يا حاج. كده الفرح بيجي فرح. مبروك يا حاج، ما تزعلش، اللي ما يعرفك يجهلك. البركه فيك، انت اللي صححت الوضع. اتفضل يا حاج. العريس ولد العريس. والليالي الملا يا رب تتمم الافراح سقف للعروسه وسقف للعريس. ايه ابو زكري رايح فين؟ شايلك بعد اذنك. هما سبع الليالي، ليالي الجمعه والخميس. رايح فين؟ نعم يا حاج. خد ابو زكر الحمام بتاعي اللي جوه وما تسيبوش الا ما يخلص. حاضر. تفضل يا عم الحاج. تفضل يا عم الحاج. براحتك يا عم الحاج. انا يا ما سرت الليالي اعد النيوم، انا يا ما سرت الليالي اعد النيوم، ولا كان شي ده يرضى حالي صحيح. واد يا حاج، كنت سهران شوية ليلة امبارح. طب روح اقعد في اي حته. مبروك يا عريس. جوز بنتي تقوى. مش عارف جوزتها له كيف. يلا المصير. اكيد عمتكم جات هي وجوزها وعفريته. شغل يوادكم بروصل. لا ما فيش داعي، هو يخش ويقعد النور هيرجع. مناح افتح يا مناح، افتح يا ابن المدعوم، النور قطع. افتح يا ابن الفقرية، الدنيا ضلمت كحل. يا
ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حاج محمد. سلم. أهلا وسهلا. مش قلت لك؟ تفضل. مش قلت لك تيجي وحدك ما تجيبهمش معاك؟ قالوا لازم يحضروا فرح بيتك. ده فرح ايه ده يا ابوي اللي حضروا الجن والانس؟ فرح بنت الحاج محمد ابو دياب. هو صح يا حاج سيد حكايه مرتك اللي تحت الارض؟ امال كده؟ ولا مؤاخذه يعني الحريم اللي تحت الارض احسن ولا اللي معانا فوق؟ يعني كرجل ومراه يعني. هتوجع في الغلط قدامي جوز اختي. هو في احسن من اخت الحاج محمد ابو دياب يا واد؟ اسمع ايه امك؟ وعندك عيال منها؟ 12 ولد. وهتتجملوا فيها تحت الارض؟ يا حزن على قلبك التجيال. طب روح روح طلع عمك ابو ذكري من الحمام قبل ما قلبه يوقف. وش عرفك انت بالحكايه دي؟ روح يا مناع روح.